طبعا بص ده الجدولين فاضيين لك يعني اكتب اي حاجه براحتك. سيداتيف بالعربي اداه بيعمل سيديشن، يعني ايه؟ واحد بيهدي كالم البيش. لو عايز تعرف سيداتيف ده هو مثلا الجدول الاولاني سيداتيف يعني ايه؟ ماشي سيداتيف دواء بيعمل سيديشن يعني كالم البيش يهدي المريض. اما هيبنوتيك، هيبنوتيك يعني ايه يا جماعه؟ هيبنوتيك اللي هو منوم، منوم يعني بيعمل ايه؟ انديوس سليب، ده بيعمل سليب. فواحد بيهدي واحد بينام، بس على فكره هم مجموعه الادويه اللي بتهدي والادويه اللي بتنام، الفرق يا جماعه في الجرعه والعلاج. يعني الدواء هتلاقيه في الصيدليه موجود مهدئ وموجود منوم، الدكتور يكتبه بجرعه صغيره يبقى مهدئ، جرعه اعلى يبقى منوم. هم مجموعتين كبار عندنا اللي هم في جدولك بقى. بص في جدولك يلا، دراج اسمه او مجموعه اسمها باربيتيوريت، ومجموعه اسمها يا شباب بنزو دايازيبين. طبعا انا الجدول ده جاي على حس بنزو دايازيبين يا حبيبي. احنا في جدول كده تحس ان في دواء مهم ودواء اجريت. البنزو دايازيبين ده صم، الامتحان بيحسوه قوي. زي باراستامول كده لما اجيب جدول برضه. فركز معايا، معلش احنا مش هنسيب حاجه عشان ايه؟ احنا قلنا الجدول يشيل المذكره باللي فيه. فعشان ما تقعدش تحتار انت. بص يا عم، اول حاجه اكزامبل وكاينيك، خليك معايا. نرسم الموجود عندك ده ونشتغل. انت عندك ادي الباربيتريت ده معلومه مكتوبه مكتوبه بالاحمر واحمر، وادي بنزو دايازيبين. بص يا سيدي، عندك الباربيتريت متقسمه حسب الديوريشن الى اربع مجموعات مكتوبه عندك صح؟ في مجموعه اسمها لون، ومجموعه اسمها انترميديت صح كده؟ ومجموعه اسمها شورت، ومجموعه اسمها الترا شورت. خلاك فاهم الكلام. انا عايز معلش اكتب تحت كل واحد اسم الدواء بتاعه. بص يا سيدي، هم العيله كلها اسمها باربيتون. اشهر واحد اللي هو اللونج فين تحت ايده، فينو باربيتون، مشهور جدا ومهم فينو باربيتون. بالنسبه يا سيدي الانترميديت امو، امو باربيتون زي ما اشرح كده عمل. الشورت اتنين بنتو ريسيكو باربيتو. يبقى بص معايا العيد بر. بص يا ابني ما تقعدش تحفظ اسم المقطع، خليك على طول في الدواء اللي قبل كده. ولا فينو امو بنتو وسيكو، يعني فينو ده اللون، امو انترميديا، وبنتو وسيكو الاثنين شورت. اما الالترا شورت ده دواء مميز جدا، واكيد سمعت اسمه قبل كده، اسمه ايه؟ سايو بنتال. سايو بنتال ده اختلف المقطع عنه. يبقى انا عندي يا ابني دي اسماء الادويه بتاع الباربيتوريت. انت طبعا سمعت معانا فينو باربيتون قريب، فينو باربيتون هو ده اهمهم على فكره، ويليه في الادويه ده اهو سايو بنتال، سمعنا اسمه زمان في الجنرال مره. ما عليك، هيجي ماشي. معلش انا كتبتك الادويه النهارده عشان تحفظها، عشان احنا عايزين الكلام بتاعها. بص يا سيدي، اول حاجه في الكاينيتك بالمره جنبهم هتلاقي انت فوق كده مكتوب عندك في الخانه دي ايه صح؟ مكتوب هنا ايه؟ ايه يعني ايه بقى؟ ابزوربشن، متفقين؟ مكتوب جنبها دي اللي هي مين؟ ها؟ ديستريبيوشن ثم اونست بعدين ديوريشن بعدين بي 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 ايه؟ بلازما بروتين بايت بعدين البي بص انا احفظها ازاي؟ انا بتكلم على ابزوربشن مش جي اي تي. يا ابني احنا عارفين في الفارما ان دايما الدراج اللون بيبقى ايه؟ سلو، والدراج الشورت بيبقى ايه؟ يا عيال ما اشتغلنيش، مش عارف حاجه ما اتكلمش، مش عارف ما اتكلمش. شوت مي رودز مع بعض. طيب اقول انا احسن، اقول انا عشان بشارك. حماس بسمع. ماشي. الدراج دايما اللونج بيبقى سلو، بطيء شويه فهشل. اما الدواء اللي شوت بيبقى رابي. يعني يا دكتور بص يا سيدي. الترتيب ده. بالنسبه للابزوربشن والديستريبيوشن الاثنين اخوات، يعني كلمه واحده تمشي. يعني الدراج ده بانه لونج يبقى سلو ابزوربشن سلو ديستريبيوشن. ده مودريت ابزوربشن مودريت ديستريبيوشن، ده رابيد رابيد، ده بقى اي في وفيري رابيد. انا كده خلصت لك ايه؟ ابزوربشن ديستريبيوشن.
انا بتكلم على الجي اي تي، ده بيمتص من جي اي تي بس سلول، ده بيمتص مودريت، ده بيمتص رابيدلي، وطبعا جنبيها طبعا ديستريبيوشن بتكلم عن كلمه اسمها باسل بي بي بي، صح ولا لا؟ ما دي كلها بتعدي بلاد برين بارير، بس ده بيعدي سلو، وده بيعدي مودريت، وده بيعدي راب. الاخير ده لوحده، الاخير لا يمتص من جي اي تي، ما بيتاخد زي اي بي وفيري راب. هتعرف دلوقتي الانست والديوريشن بتاعته، ماشي؟ حفظنا كده كلمتين، هو اللونج سلو، الانترميديت مودريت، الشورت رابت، الالترا شورت، ده الفيري رابت. نحفظ ارقام سهل ان شاء الله. الارقام يا ابني هتتحفظ بالانست والديوريشن من تحت لفوق. يعني الانست، عارفين كلمه انست يعني ولا لا؟ انست يعني ايه؟ بدايه الاكشن. بدايه الاكشن ده بياخد قد ايه؟ بص يا سيدي، ده بياخد ربع دقيقه. ده بياخد ربع ساعه. ده بياخد نص ساعه. ده ساعه. ارقام من تحت لفوق. ربع دقيقه، ربع ساعه، نص ساعه، ساعه ساعتين. ماشي؟ خلاص ده الانس. الديوريشن خد هنا خد هنا خد هنا ماشي. انا هشرح المطلوب يا جماعه، ماليش دعوه، انا خلاص مع المجموعه اللي فاتت كامل هخلصه باذن الله. خلاص ساعدوني عشان كده. استنى بس، انا هعمل مع انا هاخده معايا. بص معايا من تحت لفوق الانس يا ريت. ها روح معايا بقى، وانت قاعد شويه ارقام هبلك كده، وبعد كده هنخش اشتراك ايه. ها ربع دقيقه، تقولي ربع دقيقه بجد ولا صدق؟ 15 ثانيه تلاقي الدواء اشتغل. الدكتور لما يجي يدي الدواء ده عشان يدي المريض بيتخضر غالبا. ده دكتور بيدي الدواء، اسمك ايه؟ كل واحد ايه؟ اللي هو السبب التالت فظيع. بس الديوريشن بتاعته، بص يا حبيبي، ما هو دايما الدراج بتاعي بيخلص بسرعه، قلت لي هتلاقي ايه؟ نص ساعه اكشن. طب هنا ساعتين لاربعه، اربعه لسته، سته لثمانيه. ارقام سهله ايه؟ بس انت هتفوق. يبقى ده الديوريشن، الديوريشن اهو، ده نص ساعه. ساعتين لاربعه، اربعه لسته، سته لثمانيه. ماشي؟ يبقى دلوقتي حفظنا اللونس ديوريشن عشان ما ننساهاش بالمره. بلازما بروتين فايل. بص يا حبيبي، قلت ايه؟ لونسيت؟ قلت انا ماشي. لونسيت ربع منت، ربع دقيقة، قصدي ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين. بعد كده نص ساعة، ساعتين لأربعة، أربعة لستة، ستة لثمانية. خش بقى على بلازما بروتين، معلش، طلع أنت هبهدلك النهاردة، هبت من فوق بقى، إزاي؟ انت كذبت. لا بس انت عارف ايه اللي جاب هنا. انت كذبت. هو انت هو هتكون عملته زمان عملت كده؟ لا. كده مركزيش؟ لا والله. البلازما بروتين بايندينج وفولي ده 30 40 50 70 بالمية. بص بطل يا عم عليك انت حبيبي تعالى. بص يعني انا قلت ما تسيبهاش، مش مستاهله ارقام حتى هيظهر هي في الاول ونخلص، بس مش عارف. شفت انا بقدر تحفظها دي القضيه، يعني انا بحفظ اسود. يبقى 30 بفوق 30 40 50 70 هاي بلاس اون تي باي 2000 المصري. بص يا ابني، الدواء الاولاني ده بيتكسر في الليفر وينزل في اليورين، بس بصراحه الاولاني اللي هو فيه اوربيتون ملي رينا هنا بقى، معلش ملي ده الاولاني ملي رينال. يعني ايه يا جماعه؟ يعني هو غالبا بينزل او الفيدباك الدواء الاولاني ده اللي هو فيه اوربيتون 75% بينزل في اليورين اون تشينج، اللي هو بيعتمد على مين؟ على الكلمه فينو باربيتون على الكلمه. الثاني ده المهم ده مودريت هيباتيك، الثاني يعني بيعتمد على الكلمه بس مودريت. يبقى واحد اولاني مين اللي رينا؟ الاولاني هو فيه اوربيتون بيتكسر او بينزل في الكلى 75%. الثاني مودريت هيباتيك. الثالث ده لا ده بقى بيتكسر بسرعه، يبقى رابد هيباتيك. رابد هيباتيك ميتابوليزم. الثالث ده هو القضيه الكبرى. بص يا ابني، ده كله الجدول ده كله الكلام ده كله انا قلته لكم، والكلمه دي لكم تاني.
ميزها يعني حطها بقلم تاني قطع عليه اي حاجه. كلمه اسمها الفيت بتاع السايلنت ده كلمه اسمها ريديستريبيوشن. افهمك واحده واحده دلوقتي. الفيت بتاع السايلنت ده كلمه مميزه يمكن اهم كلمه في الكلمه دي كلها. ريديستريبيوشن دي افهمك حتى لو عايز تكتبها بدرجه كده ماشي. يعني بص يا سيدي، اي ضغط في الفارمك بيتكسر في الليفر بيزن في الكلى ان تشينج ات ماشي. الدواء ده الوحيد اللي في الفارما لا عاجبه كده ولا كده من الادواء المشهوره قوي. يقول لك انا بيحصل لي الجسم ده من عن طريق كلمه اسمها ريديستريبيوشن. سمعناها مره زمان في الجنرال هفكرها بيها. بص يا سيدي، ما تجيبش على موضوعك دلوقتي. ده مريض اهو الريزلت ده سنين قوي كده هنخدره. طبعا المريض ده هندي له حقنه اسمها السايبنتال اي في. اي في اهي اي في. لما تدي له يا جماعه السايبنتال اي في انت قلت لي بيشتغل قد ايه؟ بص قصه بيشتغل قد ايه؟ ربع جنيه. يبقى مش رابط اونس ده ميديت اونس وبعدين يوصل البرين يخدر المريض. المريض يقوم ايه؟ نايم. بعد خلال 3 4 5 دقايق وطبعا الدوشه بتاعته كله يقعد في الجسم نص ساعه. خلال ربع ساعه منهم بيبدا اللي يحصل ان المريض يبدا يبرين. ليه؟ بيقول لك الدواء ده لما يوصل للبرين يفتكر ان هو ما بيحبش النوم. الدواء ده له افينيتي على تيشو اسمها فيت تيشو. فاكر زمان حاجه اسمها افينيتي؟ افينيتي ان تفيد على ادويه في الفارما بتحب اماكن معينه زي الاشتاليس كان بيحب الهارت مثلا. الكالسيوم بيحب البون. فانت عندك يا سيدي السايبنتال بيحب الفات تيشو. فيحصل ايه؟ ريديستريبيوشن فروم برين تو فات تيشو. يحصل ايه بقى؟ الدواء كده في الجسم يا جماعه اكشن وينتهي. اكشن وينتهي ليه؟ لانه انتهى من مكانكش ولكنه ما زال موجود في الجسم. تقول ايه المشكله؟ المريض يخلص العمليه ويفوق. يصبح اول يقعد كده اول اسبوع بعد العمليه بيدوخ. بيدوخ ليه؟ عشان الدواء لسه موجود في الجسم. ده يطلع من شويه من الفات وبعدين يطلع البرين يعمل شويه دوخ. مع ان الدواء ده ايه؟ الترا شورت اكت. يعني المريض الدكتور يقول لي يا بيت انا بديك دواء مش شورت، ده الترا شورت يعني ما اشتغلش اصلا. بس الدواء ده بيحصل له كلمه اسمها ريديستريبيوشن. وقال سؤال مهم جدا في الانستيو. كل ادويه الفارما يا هيباتيك يا رين الا ده. قلت لك كلمه ضربه يعني ايه ريديستريبيوشن بقى؟ ده انا قلت ده يعني ايه؟ تقول له سايو بينتاج. سايو بينتاج. ريتش. سايو بينتاج يا جماعه عايز اتكلم عنه. ظهر ورقه كده سايو بينتاج. ريتش. برين. رابد دي. بيعدي المخ بسرعه. قلت له هو ابزورشن بتاعه فيري رابد. هو بيعدي فيري رابد سريع جدا. ام جي. زين. ريديستريبيوت تو فات تيشو او فات سيل. زين ريديستريبيوت تو فات تيشو سو ترمينيت اكشن او ترمينيشن اوف اكشن. بيحصل يا جماعه الاكشن بتاعه بيخلص ترمينيشن اوف اكشن. وطبعا افكرك معلومه زمان كده يقول لك لو انت عايز السايب انتاج يتجمع في المخ عندك حل وحش. هو وحش مش حلو. ادي كذا جرعه من السايب انتاج ورا بعض. يقول لك ليه يا سيدي؟ الكذا جرعه ورا بعض يعملوا ساتيوريشن للفات. فهمت ولا لا؟ يقول لك ادي جرعه ها الثانيه الثالثه الفات اتملى. بعدين يحصل ايه في السايب انتاج؟ مش هيعرف يحصل له مش هيتجمع في المخ. ده ممكن يعمل توكسيستي. وذلك السايب انتاج في الطب دلوقتي مش قوي. مش حد يحبه. ليه بقى؟ علشان يا بيه ان هو بيحصل له ريدس. يبقى الدكتور يقول لك انا عايز يشتغل في المكان ده. هو بيتجمع لي في مكان ثاني. يبقى انا دلوقتي ده الدواء مش في الجسم فهو امن ولا هو اشتغل. فاهم دي ولا لا؟ يعني هو اشتغل ولا هو مش في الجسم وخلصنا منه. هو قاعد كده عايز بيتجمع في الجسم. كل شويه يحصل له ريليز يعمل لك اكشن. ده قصه الصعب التالي يا جماعه. اهم كايريتك فيه تقريبا. يبقى انا عشان اخلص من الكايريتك دي انا عندي بقى لما اقول لك ايه رايك في الصعب التالي؟ رد عليا. هاي لازم بروتين بايندينج ولا لا؟ ردوا عليا. ما هو الخوف انك انت تبقى حافظ ما تعرفش تطبق اسوطا. يعني دلوقتي الانسان بيتاكل هاي بلازما بروتين بايند ولا لا؟ لا لا على خاطر 90%. طيب لما اقول لك السايب انتاج هاي باص بي بي ولا لا؟ بي راك. ده بقول لك اصلا واحد بيعدي بلاد ريب بسرعه. لما اقول لك السايب انتاج ليه بتسوب ولا لا؟ هاي بتسوب. لو الدم بيمتص كويس يبقى هاي بتسوب. دي قصه يا جماعه السايب انتاج اهم دواء فيه. ماشي؟ طيب انا بشرح المجموعه دي تكون مركز، لكن المجموعه الثانيه مش مركز. مركز جدا الناس تركز في المجموعه بين فازمين قوي. عيشي اكبر اركب حته الاكزامبل وانا قصرت تكتبها عشان ايه؟ تحفظها بتاعك. بص يا سيدي مجموعه البنزو دايازمين يا جماعه لها مقطعين مشهورين جدا. مقطع اسمه زيبام ومقطع اسمه زولام.
يعني بقول لك ادويه البنزودايازبين هم المشهورين جدا بينتهم مقطعين زي بام زولام. معلش سيبنا نرتبهم ترتيب معين هينفعنا احنا شغالين دلوقتي. عندك عيله زيبام تبع اللونج اكتنج سبعه، يعني اللونج اكتنج يا جماعه في منهم حوالي سبعه زيبام. بص يا سيدي احنا خدنا ثلاثه منهم في الابيليبسي، حد فاكرهم؟ ضايع ها كلونا كلورا كلورا طبعا زيبام في الاخر ضايع، يبقى ضايع كلونا لورا، لورا جامد اختها فلورا كمان يبقى في فلورا فلورا وتيما تيما وكمل انت وعندك واد اسمه نترا اوزا اوكزا اوكزا كل ده اسمه ايه يا جماعه بقى؟ عرفت المقطع ما ينفعش؟ زي باك نعم. عملي ضايع سهل كيلونا لورا ها لورا دي سهله ده اسمها في الليبس. ابدا بقى الكودات بقى لورا جابت مين؟ فلورا فلورا ها تيما تيما الواد نترا ووز. على فكره تقول لي ده ساعه ده كويس ده ساعه كاملين مش بقول اكزامبل دي ساعه كله. انت على قد ما ربنا وفقك اشهر ثلاثه بتوع الابليس ما يدرسوش طبعا تحفظوا قبل كده اللي هم دايازيبام طبعا ده الكينج بتاعهم دايازيبام ده اسمه صلابي فاليا ما يدرسيش انت هتبدهم جنب بعض ايه؟ هينفعوك. بص يا حبيبي ادي اول واحد اسمه ايه؟ ما اسمهوش بتاع دايا اسمه دايازيبام. طيب عندك واحد الوحيد اللي جه زولام في اللون يعني كل الزيبام لون في واحد بس جه من زولام جه لون اسمه البرازولام زي كده بتدي له خانه واحده البرازولام. طبعا اللونج برضه احنا اللونج هنكتب اربع مجموعات تحت بعض كده ما زلنا في اللونج. يبقى دايازيبام مشهور جدا البرازولام مشهور برضه ثم سي وسي كمان يلا يبقى كده الاربعه بتوع اللونج. الاثنين سي دولت هيختلفوا في المقطع. واحد اسمه كلور ديازي بوكسايد اسمها تشيلني معلش بس اتشالت ما تقلقش. كلور دايازي بوكسايد ده اتشال من الفارما مش من الفارما اتشال من الطب خلاص. انت ما دكتور مش هتلاقيه. لا ما بيتشالش. كلور دايازي بوكسايد. ماشي؟ وفي واحد اسمه كلورا زيبيت. انت مرتبهم الترتيب ده ليه؟ اتعب معلش التثبيت الادويه وربنا يوفقك على كده. يبقى اسمع يا كلور دايازي بوكسايد وكلورا زيبيت. مالهم دول يا سيدي بقى؟ بص اسمع معايا الترتيب ده. اول ثلاثه تحت بعض اسمع اول ثلاثه تحت بعض كده هو مين؟ قول كده مين؟ ضايا زيبام ومين تحتيه؟ البرازولام وكلور دايزي اوكسيد. الثلاثه دول مالهم بقى؟ فيهم معلومه مهمه عشان يمسكوا دولت لما بيحصل لهم ميتابوليزم بيكونوا اكتف ميتابولايت. واحد يقول لي طب وبعدين؟ يبقى بيشتغلوا زي ما بيقولوا كده يا جماعه بروحين. الدواء بيشتغل بنفسه لما بيتكسر بكام ميتابولايت لسه اكتف بيشتغل بميتابولايت يبقى عشان كده لون ديوريشن وصلت؟ يبقى انتقل الاربع ثلاثه دول تحت بعض دول اللي هو دايت دايت المهم لي كده دايت والبا وكلور مالهم؟ اكتف بيكونوا اكتف ميتابولايت. دايا بس دايا بس يا جماعه يبقى دايا زيبام دايا زيبام والبرازولام وكلور دايزي اوكسيد دول بيعملوا ايه؟ يكونوا اكتف ميتابولايت اذا بيبقوا لونج ديوريشن. اكتبها ازاي؟ جنبها احنا كان عادي يعني خد عامل كده وخد ممكن اخد ايه ما كنتش صعبه زي صح؟ طب ما انت فاجئتنا والله. بس يا جماعه اهو والله ما تزعلش اهو بص اهو اصلا لو تعرفت هنا في ايه ما تعرفش يا جماعه مش هنكتب يعني بص احنا مش بنكتب يعني مش انت ما قلت يعني اكتب يا عم جوز عبر عن نفسك. المهم ان انت فهمت الكلام او ده وده وده الناحيه الثانيه اللي فاضيه مش هتكتب يا جدع اكتب ميتابولايت. الاخير اسمه ايه؟ كلور دايزي بوكسايد اللي جنبه برودراج. برودراج يعني ايه في الفارما يا جماعه؟ الاخير ده برودراج ده هنا اكتب وبيتحول لاكتب جوه الجسم. ماشي معلش انا عارف ان هم رخمين بس كده احنا خلصنا بمشي والله صفحات. يبقى اللونج اكتنج العيله الكبيره احفظوا بقى على بقى العيله الكبيره اسمها ايه؟ عيله زيبام.
اشهرهم التلاته الاوائل دايا كيلونا لورا. ثم الدراج التاني الوحيد اللي جه من زلام البرازولام. الدراج التالت اسمه كلور دياسي بوكسايد دايا زيبان البرازولام. كلور دياسي بوكسايد بيشتركوا مع الواحد يحصل لهم ميتابوليزم اسمه اكتف ميتابولايت، يعني بيشتغلوا بنفسهم والاكتف ميتابولايت بتاعهم يبقى لونج ديوريشن. الاخير ده كلور ازيبيت ده برودراج، الوحيد اللي فيهم برودراج يعني هو اني اكتف بتحاول جوه جسم اكتف. ماشي دي اللونج اكتف. اما الشورت هم اتنين بس والله يا مجموعه محترمه. الشورت اكتنج اتنين بس يا جماعه ينتهوا مقطع اسمه زلام. لا لا ده انت بقى ده زلام اهو. زلام ده اللي هو مين؟ درايا ومعايا درايا وميدا يعني درايا زلام وميدا زلام. انا عارف ان انتوا هتعملوا فيه والله كنت هكتبهم امبارح بس بصراحة قلت اكتبهم لك عشان تحفظوه. ما انا كنت هكتبهم خلاص اهو اراه. طب ماشي عيال سامع ايوه دايا ماشي دايا سيبها ماشي كمل يا صاحبي كمل. اسمع يا عيال بتتكلم كويس. دايا وفلورا ولورا لورا وفلورا فلورا وتيما تيما ونايترا اوكس جدع سيبها وهات لورا. هاي جدع ها البرو و اشرح ميكانيزم الافهام وبعدين نكتب. هو الميكانيزم مشترك على فكره. المجموعتين كانوا في الابيليبسي لو فاكر 3 و6 في الجدول. الابيليبسي الباربيتريت كانت رقم 3 والبنزودي رقم 6 والاثنين لهم اكشن مشترك. بيزودوا جاب ايه؟ اكشن. انا عايز افهمك على الصبوره دلوقتي قبل ما اكتبها يعني ايه جاب اكشن. هو الجبهه ده اكزايتاتري ولا انهبيتوري؟ انهبيتوري ازاي؟ ادي يا سيدي ما بتفهمش حاجه. ادي ريسبتور اسمه جابا اللي هو الجابا ريسبتور. الجابا ريسبتور ده يا جماعه له عامل زي بص زي ما تكون قاعه محاضرات كده في اماكن يعني في كراسي وفي مكان مخصص للدكتور اللي بيحاضر. المكان ده محجوز له وبالتالي هنا في مكان خاص للجابا شخصيا ده اسمه جابا ريسبتور. اسمع معايا ده جابا ريسبتور معايا يا شباب. الريسبتور ده فيه سبيسيفيك سايت بتاع ترانسميتر اسمه جابا تاني. يبقى الجابا ده ريسبتور فيه كذا سايت في مكان خاص جدا للترانسميتر اللي اسمه جابا اهو اسمه جابا ترانسميتر. ده ما حدش بيجي يلمسه المكان بتاع الجابا. وبعدين هل في اماكن تانية؟ اه في مكان يا جماعه ده اسمه باربيتيوريت اهو. في مكان تالت ده اسمه بنزودايزمين. في مكان الادويه لسه انا كنت ادويه نون بنزودايزمين شبه البنزودايزمين بالظبط. يعني في كذا مكان على الجابا ريسبتور بس هناك مكان سبيسيفيك لمين دول؟ هو في جابا ريسبتور وجابا ترانسميتر معايا ولا لا؟ يعني في حاجه اسمها جابا ريسبتور وفي ترانسميتر اسمه جابا. ففي سبيسيفيك سايت بتاع الجابا ترانسميتر اهو. الاول يقول لك الجابا ده بيشتغل ايه؟ الجابا دي بيسموها انهبيتوري ترانسميتر صح؟ اشتغل في الفسيولوجي ازاي؟ هنا يا جماعه على الريسبتور ده في حاجه اسمها كلوريد شانل او كلوريد شانل. الجابا لما بتشتغل بتفتح كلوريد شانل. لما يفتح كلوريد شانل يحصل كلوريد ايه؟ انفلكس.
يصبح كل الكلور اللي بره ده اللي هو بيبقى نيجاتيف يكون بره ده يصبح بره ده ايه بوزيتيف جوه نيجاتيف. دي حاله بيسموها ايه؟ هايبر بولاريزيشن. يبقى حصل ايه؟ انهيبيشن. ده الاكشن فيسيولوجي بتاع الجاب. انا لما بدي ده اسمه ده او ده الباربيتوريت بيمسك في مكان سبيسيفيك له، خلي بالك من دي. يبقى بديت له مكان سبيسيفيك، والبنزو دايازبين له مكان تاني سبيسيفيك. يا جماعه يمسك في مكانه يا جماعه، مفيش شيصه، مش شيصه يعني. ده بيمسك في مكانه وده بيمسك في مكانه. اللي الاثنين لما يمسكوا ده بيعمل ايه؟ ده او ده بيزودوا البايندنج اوف جابا تو اس سبيسيفيك سايت. اذا كل واحد له سبيسيفيك سايت على الجابا ريسبتور. ده يمسك في مكانه وده يمسك في مكانه، وبعدين يخلوا الجابا تمسك في السبيسيفيك سايت بتاعها. يحصل ايه بقى؟ مور مور مور. يبقى هو يزود اكشن ايه؟ يبقى مور اوبننج اوف كولايد شانل. مور كولايد انفلكس، مور هايبر بولاريزيشن. يعني خلي الفيسيولوجي دي سن. وصلت؟ ده معنى كلمه يزودوا جاب اكشن. يعني ما قلنا في الهبليس ده وده بيزودوا جاب اكشن، يعني ايه؟ بيجيبوا الاكشن بتاعه ويخلوه مور مور مور. بس معلومه صغيره معلش للفهم يعني. بيقول لك الجابا ريسبتور ده ابني او الحاجه العلم يعني كده عباره عن سب يونتس فيها كده كذا وحده، فيها حوالي 7 الفا سب يونت وحوالي 5 بيتا سب يونت واربعه جاما سب يونت. المهم بيبقوا مترتبين كده، يعني صبيت مترتبه الفا بيتا جاما بعدين بيتا الفا مثلا جاما. احنا عندنا قلنا كل واحد له مكان ما ينفعش ياخد مكان غيره. الجابا محافظه على مكانها دايما بين الفا وبيتا بدون ما تكتب حتى اي حاجه، يعني دايما الالفا الجابا ترانزليتر له مكان بين الفا وبيتا صبيون، ده المكان مخصص لها، ما حدش يقدر يمسه. قال لك البنزودايازيبين له مكان معروف برضه، يقول لك بين الالفا والجاما. الباربيتوريت مكانه مش معروف، يعني ما حدش قال مكانه بالظبط فين. فالمهم كل واحد بيمسك في المكان المخصص له، في الاخر يحصل ايه؟ انت فهمت الفكره؟ في الاخر ده يمسك في مكان اللي هو بينزو ازرين، ده يمسك في مكان اللي هو باربيتوريت، يزودوا مين يمسك في المكان بتاعه؟ ها؟ جاب. جاب لما تمسك تعمل ايه؟ مور مور مور، اسمع مور. مور كونفليكشن، ها؟ لا مور كونفليكت انفلكس الاول. مور كونفليكت انفلكس يبقى مور هايبر. ده الميكانيزم يا بيه. يبقى ايه الفرق بين ده وده؟ ايه المكان بس؟ لكن الميكانيزم واحد. فهنكتب بص يعني اول سطر في الميكانيزم هنا غير هنا، ثاني سطر وثالث سطر مشترك بالعرض. يعني ايه؟ عايز اكتب ان الباربيتوريت ميكانيزمها بايند تو اتس سبيسيفيك سايت. اون جابا ريسبتور. يبقى يا جماعه الباربيتوريت بتمسك في اتس سبيسيفيك سايت اون جابا ريسبتور. ده اول سطر في الميكانيزم بتاعها. بايند تو اتس سبيسيفيك سايت اون جاب. هو ما حددوش فانا مش هحدده احسن. اما البنزودايازيبين نفس السطر بالظبط بس هحدد بايند تو بنزو دايازيبين سايت. يبقى انا حتى سمى المكان باسمها، وبالتالي يا جماعه المجموعه دي هي المجموعه الموجوده بقوه دلوقتي. فالمكان سموه باسمها. هنا قال لك سبيسيفيك سايت وخلاص، هنا قال لك باي تو بنزو دايازيبين سايت اون جابا ريسبتور. اللي هو معلش اقول مكانه فين؟ اللي هو مكانه ها بتوين الفا وجاما. بتوين الفا اند جاما سب يونت. قلت لك دي اسمها سب يونت مش مهم الاماكن ولا اي حاجه فيه. لازم يا جماعه ده بيمسك في مكان اللي احنا مش عارفينه، وده بيمسك في مكان معروف اسمه بنزو دايازيبين سايت، والسايت ده على الجابا ريسبتور على فكره بتوين الفا وجاما سب يونت. يحصل ايه مع الاثنين بقى؟ الميكانيزم الكلام اللي جاي كله مشترك بالعرض. لما ده يمسك وده يمسك يا جماعه مالي؟ لا لسه قبل مور يزود. لا يزود بايندنج الاول صح؟ ولا بالله يزود بايندنج اوف جابا تو اتس سايت. السايت بتاعها على فكره يا جماعه بالمره بقى يقع بين مين؟ ها بتوين الفا وبيتا سب يونت. يبقى لما ده او ده يمسك بيزود البايندنج اوف جابا كده جابا تمسك في مكانه سواء بتوين الفا وبيتا. مور 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 فليه؟ العرض كم؟ ها مور ايه؟ مور اوبننج اوف كلورايد تشانل. لما كلورايد تشانل تبقى اكتر يا جماعه تعرف في الامتحان لو انت نسيت مور يبقى انت جبتني غلط.
لا فوق الفا وجيم هنا الفا وبيتا فين؟ يعني مش فين؟ ايه المشكله؟ مش عارفين دي بتوين الفا اند بيتا يا جماعة انتوا فين فين الساعة عشان مش مركز فين سؤال ده مكان بتاع البيزوس مين لكن ده مكان الجبل يا عيال انتوا متأكدين انتوا متأكدين انتوا مش مركزين يا عيال ده مكان امال عم بقول القاعدة بالصمارات وده مكان خاص بالجبل وده مكان خاص بالحضور ايه يا جدعان ما هو لازم يكون مكان ده غير المكان ده لو مكان زي بعض كنا نروح يا جماعة البيزوس مين ده مكان بيقطع فين يا عم بتوين اي حاجه مش مهم مكان بتاعه والجبل ايه مكان بتاعه انا مد الدوت ده بيعمل ايه بيخلي الدراج يس بس في مكانه يشتغل مكان الترانزيت ده بيعمل مود اكشن بس ده جواب مش مشتغل مكانه ولا حاجه وبالتالي يا جماعه هنا البيزنس مين سايد بتاعه فين احفظ بقى معلش تحفظ بين الفا وجاما صغير يخلي الجبل يمسك السايد بتاعها ايه السايد بتاع الجبل الفا وبيتا صغير فقلت لك في كذا سايد المهم يحصل مور اوبن انفراكشن نكمل بقى يبقى مور ايه يبقى مور كلورايد انفلكس يبقى اخر كلمه مور ايه يا جماعه مور هايبر بولاريزيشن ولذلك دي معنى كلمه ياسيني دي معنى كلمه يزود جبل اكشن هو بيجي على الجبل اكشن اللي هي بتحصل بالظبط في الفيزيولوجي بيعمل لها مور انكريس بس بيعمل لها انكريس ده الميكانيزم بتاع المجموعتين الفرق بينهم في كلمه واحده الصايد ده له مكانه وده له مكان وبيشتغلوا فين بعد كده زي بعض بالظبط طيب يا سيدي يبقى اذا يا جماعه الاثنين لو قلتها في القطاع العنوان انا بقوله ده في الابليبسي ان البنزودازبين والباربيتين بيزودوا الجبل اكشن ايه معنى الجبل اكشن بقى؟ يخلوا الجبل تمسك اكتر في الريسبتور بتاعها يعمل مور اوبننج اوف كلورايد شانل مور كلورايد انفلكس مور هايبر بولاريزيشن ده كده بيجيز طبعا هايبر بولاريزيشن معناها سي ان اس انهبيشن او سي ان اس ديبريشن فده بيتشخص ان ايه؟ او ديبريسن نبدا نبص على الاكشن بتاعهم يلا هات لي الاكشن بتاع الباربيتريت الباربيتريت ده اكشنه تجري فيه الا اثنين هنحفظهم صف ونركز عليهم اول اكشن على السي ان اس ماشي بالترتيب يا ابني بص يعني انت من واحد لحد سبعه يعني اكشن بتاع السي ان اس سبع حاجات من واحد لسبعه ماشي بترتيب الجرعه مش فاهم يعني اول اكشن ايه عندك في الباربيتريت في السي ان اس سادد يعني بيهدي تاني اكشن هيبنوتيك بيني تالت اكشن بينس النزع بينس الكلام ده على حسب الجرعه بمعنى الجرعه الاقل تهدي المريض اعلى سنه تنيمه اعلى كمان تنسيه اعلى كمان يبقى انت يبلف ده بسرعه اعلى كمان فاهم اعلى كمان يبقى دخلنا في اناسيزي يبقى اذا الجرعه كل ما تعلى تلاقي الاكشن ايه بيزيد هو نفس الدواء بس الجرعه اللي اختلفت وذلك اول اكشن كلمه واحده واي كلام بيعمل سيديشن او سيدي بطن اكتب جنبها اي كلام كده بروديوس دراوزنس يعني هو بينيم او بيهدي بس بيدور طب يبقى اول اكشن يا جماعه السي ان اس انتوا عندك اهو سيتيف اكتب بط بروديوس دراوزنس بيعمل دوخه للمريض مش قضيه الثانيه صامت علامه مهمه جدا هيبنوتيك بينيم انا عايز اسمع من الناس كده قبل ما نكتب انتوا عارفين السليب طبعا في الفسيولوجي في نوعين من السليب او في اثنين فيس ريم سليب ونون ريم ايه؟ ريم اللي هو رابت اي موفمنت سليب فاكرينه ولا لا؟ ونون رابت اي موفمنت انا مش هشرح تفاصيل بس معلومات كده عامه انسى اللي هقوله ده اسمع بس يقول لك الرابت اي موفمنت اللي هو ريم سليب ده بياخد حوالي 20% من وقت النوم كله في ناس 90% يعني يقول لك في اول ساعه في النوم واخر ساعه في النوم تقريبا يعني اول وقت في النوم واخر وقت النوم ده بيبقى اسمه ريم سليب ايه بقى ريم سليب هو بيسموه رابيد اي موفمنت ده بيحصل فيها يا جماعه ان الانسان بيبقى النيورون بتاعته شغاله وكانه صاحي يعني الانسان تلاقي نيورون شغاله وكانه صاحي بالظبط المهم بيحصل ايه الانسان ده بيقعد يحلم وتلاقي حتى هو بيحلم عشان عمال يتحرك يصحى من النوم يفتكر كل الاحلام دي وكانه كان عايش في احلام ثانيه بيحلمها ما بيفتكرهاش دي نون ريم نون رابيد اي موفمنت المهم انت عايز تقول ايه الفسيولوجي بتاع السليب ده اللي ربنا خلق عليه الانسان اللي هو لحد دلوقتي سبحان الله في حاجه مش عارفين يجيبوها. النوم ده يا ابني سبحان الله سلطان تبقى قاعد تتذاكي كده اهو اهو ده روحنا خاصه تلاقي قاعد تتذاكي كده اهو ولا يقول لك انا النهارده هخلص ان شاء الله المذاكره اهو يا سيدي
والله وكيلك ليه بقى؟ مش مزاج مش عارف. فالمهم الاسنين ده بيبقى عارف ايه؟ يعني الجبل يشتغل. مش كده ادوي انا دايما بنصح الشباب في الفتره دي بالذات وانت في ثالثه بقول اهو بكلمهم اخويا الحاج انت في ثالثه دلوقتي اللي احنا الايام اللي احنا فيها ايه؟ اصعب ايام سنه ايوه اسوء ايام هتشوف في ثالثه الايام اللي احنا فيها ايه؟ عارف ايام امتحانات هتبقى قرف ايوه مش هتبقى فاضي اصلا ايوه الخوف يا ابني هتبقى بتصحي بص عارف الواحد اللي هو بيتفحي مش هيبقى فاضي اصلا هو يقلق حرام عليك دلوقتي هو وقت اللي بيحصل فيها لو كده وده تلاقي ناس بتضعف وتاخد سدرت عارف لو طلعت اللي عدت منك بعد كده كلها تلاقي نفسك عندك برود هيحصل اكتر يقول لك هيحصل اكتر من تلت حتى سنه خمسه وحتى سنه سته كل خلاص تمام فازاي عايزين نعديها على خير ومحدش ياخد ده والله فيه انصحوا محدش يضعف وياخد ادويه يا ابني ما تكبر وتعدي السنه دي وخلاص ربنا ده كده عامل زي الطين وقالت اقول كده ايه اللي احنا كنا بنعمله ده؟ ما كله محصل بعض هتتكرر سواء جوه الجامعه بره الجامعه كله فاشل هتموت بره اهو بقى تعلم من جديد وانت مجهودك على فكره فما مش طبعا مش الكلام ده دعوه للفشل دعوه ما عادش بقى ياخد ادويه من دي ليه بقى؟ هتقول واخد الدواء عشان تنام وتهدي بس هتصحى من النوم زعلان السؤال بقى ليه؟ اسمع اللي بتقول ده بيكتب يا رب انا حاسس ان الكلام واصل القاعه لا ما اصلاش عيش الايام دي والله يمكن ولا سنه دي اسوء سنه شفتها كلنا في سنه اسوء من سنه والله انا ليا زمايلي راحوا دكاتره امراض نفسيه وانا خدت دواء المعده عشان الكحه سواد يا وبعد كده لما طلعنا قلنا ايه الهبل اللي احنا كنا بنعمله ده حصل بعضه ما عادش الكلام ده ما انا اتمنى من اولى وفي تمنى اتمنى ف النوت دي قلت بقى ما تيجي نص لحظه النوت ده اكتب الضباط سواء عيال ديكريز ريم تنبيه النوت دي كتب جنبيك ده بعد ديكريز ريم سليم تقول ايه المشكله؟ خد عندك المشكله قول تحتها شرطين شرطين لما قال ريم سليم يا جماعه كده يخلي المريض يصحى من النوم هانج اوفر او واحد ايه هانج اوفر يعني مش محتاج تفصل متفصله لو عارف مخنوق هانج اوفر معناها مخنوق هانج اوفر يعني زود في اسم الفيلم واحنا عارفين يا جماعه ماشي يعني مصبور يعني ماشي بص بص هانج اوفر ده واضح ان انت عارف انت جربت الكلام ده فين هانج اوفر ده يعني الانسان بيصحى من النوم وكانه رمش فيقول لك يا بيه انا نمت 12 15 ساعه بالدواء بتاعك وصاحي عايز انام تاني بيسموها ايه؟ بيسموها صاحي من النوم مش مبسوط، حاسس ان هو ما خدش كامل، ماشي زي ما انتوا بتقولوا كده، صاحي اذنه مغفور او اذنه مصدوم، طبعا دي حاجه وحشه. اثنين سكوتي جرايم بيحصل بارادوكسيكال سليب افتر ستوب، يعني ايه يا دكتور؟ لما يبطل الدواء ده يا جماعه للاسف يعني هو بياخد الدواء يوم النوم حاسس ان هو مش مظبوط، عايز ينام تاني. طب يقول لك انا بطل الدواء شوف بقى الثواني بقى لما يبطل الدواء يدخل في مرحله اسمها بارادوكس طبعا بارادوكس يعني عكس يعني ايه العكس ايه ساعتها الريم سليب ده يزيد ليه الريم سليب كان له وقت معين اثناء النوم لما يزيد عن الطبيعي يبقى بيحلم كتير والاحلام دي يقول لك بتشغل مخه انت ساعات واحد بينام سبحان الله نص ساعه يقوم فيها ساعات ينام 10 ساعات يقوم متكسر يقول لك انا قايم من النوم حاسس اهو ده بقى حته ريم ونظيف اه فدلوقتي لما البارادوكس يا سليب بيحصل بيزود الريم طبعا انت لما توقف دراج هيحصل عكس الاكشن فالريم سليب بيزيد اكتر من الطبيعي فلما يزيد اكتر من الطبيعي يا جماعه يحصل ايه؟ تلاقي المريض بيحصل زي ما بيحصل نايت ميرز بيحصل بالكوابيس الليليه ويقوم من النوم مش حاسس ان هو واخد راحته اذا الدواء سواء اثناء وجوده وسواء بعد توقيفه والله غني طبعا البارميتين بيعمل الكلام ده على فكره ان شاء الله لما نقارن بينهم بينزل دي بيعمل الكلام ده بس ليس اكتر ليس يعني انضف بكتير يبقى ده يا جماعه مشكله النوم يا رب تكون في عندهم يبقى هو بيقلل ريل ستيت بطل هانج اوفر كان واحد قايل من النوم حاسس ان هو عايز ينام تاني تاني حاجه بارادوكسيكال سليم افتر ستوب او تولرنس يعني بعد ما المريض يوقف الدواء او يحصل له تولرنس عليه يبدا النوم يرجع مش ده الاول بقى عكس الاول الريم بقى زياده دكتور يعني الهانج اوفر والبارادوكسيكال سليم بيحصلوا عشان الريم قلت يعني ايوه لا بص الريم
بتعمل هانج اوفر لما الدنيا رمي لازم اجوم. لما الدايت ويف العكس رمي بيزيد. لما رمي بيزيد بعد التوقف الدوت يبدا الانسان برضه مش مبسوط. ليه؟ رمي سليم اكتر يعني بيحلم اكتر بيتعب اكتر يبقى بيشتغل. المهم دي ثاني اكشن يا جماعه يلا نكمل على السريع. اللي ما يقفش عنده كبر مخك ايه رايك؟ ثلاثه امنيزيا امنيزيا ليه يا جماعه؟ امنيزيا بينسى الاشياء الجديده. صوت يا بنات بينسى الاشياء الجديده اللي حصلت. طيب اربعه انتي ليت انا عايز اسمع من الشباب كده. احنا خدنا باربيتوريت انيبليسي صح؟ وخدنا ده اسمه فينو باربيتون بالزيت. عايز اسمع كده استخداماته في انيبليسي. أزعل والله أقول كم؟ مارشال وفيبرايل وينفع ستريس ميشن. يبقى اكتب يا ابني جنب انتي ليبتك فينو باربيتون تتجنبوا تحتين حته فاضيه ايه؟ الانتي ليبتك فينو باربيتون في ثلاث حاجات والله قلناهم في جدول الابليبسي. الفينو باربيتون في جراند بارشال فيبرايل. فاكرين فيبرايل ولا لا؟ ايه فيبرايل سيزر ده؟ الفيبر بتاعه كونفالشن. يبقى اذا الفينو باربيتون يستخدم في ثلاث حاجات. الفينو جراند طبعا هي جراند دومان ابليبسي بارشال اند فيبرايل. خلي بالك فيبرايل دي كان دراجو بتشيل فيها كمان. ماشي الاكشن ده اللي يبقى انا كده اهتميت باثنين صم ما تنساوش الله كده. اهتميت بالاكشن الثاني هيبنوتيك والاكشن الرابع انتي ليك. الاكشن الخامس اناسيتيك اللي بيستخدم كيم كمخدر يا جماعه الادواء الاخيره اسمه سايوبنتاي. اكتب اسمه بس جنبيه. يعني اناسيتيك المخدر اسمه سايوبنتاي. سايوبنتاي ده مش شورت الترا شورت. سايوبنتاي ده عنده صيدله بيشتغلوا عليه في الضفدعه في الترم ده. يعني بيجي حد الصيدله الثالثه هتلاقي بياخد سايوبنتاي ده حقن ويحلوه في الضفدعه وبعدين يقعدوا جنب الضفدعه لحد ما اتنين. ده امتحان عملي والله امتحان عملي طعم جدا. لو الضفدعه نامت يبقى سايوبنتاي. طب ما نامتش يبقى مش صايم. ده عيب تاني. ده هو اصلا كانت عامله دماغه محوله حاجه والله حاجه تشيل تلاقي ان شاء الله انتوا محوله احنا هنشتغل عليها عادي. ممكن تكونوا مشيتوا ادينا جايبين كده القاعه ومثلا ايه قاعدين وجايبين ضفدعه وتلاقي كلنا قاعدين كده ضفدعه قاعده يقول لك اثنين ده راجل مش اثنين ونقعد نتكلم. ده اسمه صايم لحد دلوقتي والله مشهور جدا كملون سنه وضفاره. طب انت راح بتسيب هو ده الشيء انا جيت خلي بالك هو بوتنشال انرجي اللي جا فيها باطنوت الارجي. وبعدين سابني الباربيتوريت من زمان كان دايما يتحط مع مسكن كزيرو. عايز اكتب يلا هو بوتنشال انرجي هو بيحفز انرجي ولكنه اكتب باطنوت الارجي. قلنا الكلام ده بجد باربيتوريت مش مسكن. لما بيتاخد مع المسكن يعني ايه بوتنشيت اكشن؟ فاكر زيرو زائد واحد اكبر من واحد فهو بوتنشيت ومش انرجيزيك اوعى تتحرم. ماشي بعد كده لارج دوز بقى. اللي دي يعني لارج دوز يا جماعه عايز حد يقول لي المورفين كان بيعمل ثلاثه هايبر فاكرهم؟ المورفين ثلاثه هايبر هم نفس ثلاثه هايبر كل هايبر تكتبها انت وجنبها ليه؟ يلا اسمع كده اول هايبر هايبوتنشن لارج دوز بتعمل هايبو هايبوكسيا يا جدعان من قوسين ها؟ هايبوكسيا من قوسين سببها ايه؟ ريسبيراتوري سنتر ديبريشن ومعانا اثنين ها؟ هايبوتنشن اسمع سببها؟ فازو موتور سنتر محدش عندي فازو موتور سنتر ديبريشن والثالثه هايبوسيرميا فاكرهم ولا لا؟ صح عليكم هايبوسيرميا سببها ايه يا جماعه؟ هيت ريجولاتوري سنتر ديبريشن. يبقى خلي بالك اللارج دوز بتاع الباربيتوريت بتعمل نفس الاكشن بتاع مورفين لان الاثنين سيريز ديبريسنج. يبقى هايبو 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 هايبوكسيا هايبوتنشن هايبوسيرميا السنتر داتا بيتضرب ريسبيراتوري فازوموتور هيتروجن ده تالت اكشن ده تاني ليه. وانت بتذاكر في الباربيتوريت انا عايز ثلاثه بالظبط مهمين والباقي اسمك. عايز اسمع الهيبنوتيك عشان صم هو هيبنوتيك صح؟ بس عيبه ان هو بيعمل ايه يا جماعه بقى؟ بيقلل يعني بص عارف لو بينام بس ويبقى نوم زي الفسيولوجي يبقى مفيش مشكله لكن بيأثر على النوم بيقلل الريم سليب فذلك ما يحصل له حاجتين هانج اوفر اثناء الدواء طول ما بياخد دواء تحس ان هو ايه مسطول ولكن عايز انام طول الوقت بطل الدواء يقول لك خلاص بطلت اهو هيفوق بقى لا ما بيفوقش بيحصل له بارادوكس كاسلين الريم سليب بيبقى في النوم اكتر وبالتالي يقوم من النوم عنده نايت ميرز كوابيس. دكتور يعني بتزيد لفتره وبعد كده طبعا فتره وبعدين بعد كده بتقف تاني بس انا قصدي ان اثناء الدواء وبعد الدواء فتره زي عرض انسحاب كده بالظبط سموه الدراسنج
ادي اول اكشن. ثاني اكشن انتي ابيليبتيك، قلنا الفينو باربيتون بيستخدم في ثلاث حالات، جرام وبارشال وحاله اسمها فيبرايزيز. ثالث اكشن مهم لارج دوز. لارج دوز تعمل هايبو، هايبو هايبوكسيا، هايبوثيرميا، هايبوتنشن. ماشي، ده كده اكشن على السي ان اس. ثلاثه صم. عندنا اكشن على الكارديو باسكولار يا جماعه. الكارديو يعمل لسه يقول تقريبا هايبوتنشن، لارج دوز ده هايبوتنشن بسرعه جدا. على الكارديو اللارج دوز بتعمل هايبوتنشن. عشان ام سي كيو بس، ازاي لارج دوز ده هايبوتنشن في الكارديو؟ لا كذا طريق. اولا فاز مود سنتر ديبريشن، يبقى عند الكارديو باسكولار بيحصل هايبوتنشن عن طريق باز موتور سنتر ديبريشن. ايه ده يا سيدي؟ قال لك سمباثيتك ديبريسن. هو قال سمباثيتك، يبقى باز موتور سنتر ديبريشن اثنين سمباثيتك ديبريشن. والثالثه بيشتعل القلب، بيقلل الكونتراكشن يا جماعه، بيقلل اينو تروبيك، بيقلل اينو تروبيك اكشن. يعني اذا الدواء اللي اسمه والتريت بيقلل الضغط الثلاث طرق، يا اما يشتغل على السنتر فاز وموتور سنتر يعمل فاز دايركت، يا اما يشتغل على السمباثيتك من فوق يقلل القلب من فوق يبقى الكارديو، يا اما يشتغل على القلب دايركت يعمل ايه؟ يقلل الكارديو كونتراكشن، يقلل الانتروبيشن. يبقى هايبوتنشن. سيب هي بص ميكانيزمها من فوق لارج دوز فاز وموتور سنتر. سيب خش على تحديد الاكشن الوحيد اللي الليفر بيشغله اتش ام اي انديوس، عارفها دي ولا لا؟ هيباتيك والكروزومال انسايد. طبعا المشكله ان الدواء ده يا جماعه بيأذي نفسه واللي حواليه. يعني الدواء ده بيعمل ثلاث كلمات هنلاقيهم في السايد افكت، اكتبهم من دلوقتي. الفينو بس يا دكتور ولا هو البارميتيوت كلها؟ البارميتيوت كلها طبعا اشهر واحد فيهم اللي موجود في ضلع فينو. بص يا ابني اكتب جنبها بقى بين قوسين هيعمل كلمه اسمها التوليرانس. يبقى اول حاجه التوليرانس جنب كلمه هيباتيك مايكروزومال انديوس. هو لما يحفز الميتابوليزم يا جماعه هيبدا يحصل حاجه اسمها التوليرانس. يعني ايه تولرنس؟ هو نفسه بيحصل له تولرنس، ياخد اشياء. تقول لي ماشي، ايه تاني؟ جنبها كروس تولرنس، حد فاكر الكلمه دي زمان؟ يعني ايه كروس تولرنس يا جماعه؟ بيكسر اخواته. يبقى اول حاجه هنفهمهم في السايد افكت بس من دلوقتي، يبقى تولرنس واللي جنبها كروس تولرنس والثالثه دراج انتراكشن. الدواء ده مغذي. دلوقتي هنعملهم في السايد افكت بالتفصيل الحصه القادمه ان شاء الله. ماشي، يبقى انا ده بيعمل تولرنس وكروس تولرنس ودراج انتراكشن. عشان كل ده بيعمل ايه؟ هيباتيك مايكروزومال انديوسر. اخر اكشن على الهرمون بيزود هرمون وحيد اسمه اي دي اتش، عارفينه؟ مين اللي كان زوده قبل كده؟ المورفين برضه بيزود انتي دايوريتيك هرمون. ادام خلصنا الاكشن بتاعه بالمره كده اليوز تحت يلا. الدواء ده يا ابني انا بري انا انتي هايب اربعه. اللي هياخد سطح تحتيه هايبر يعني اخير. يبقى هم اربعه يوز، اربعه يوز للبارميترين، واحد اثنين ثلاثه اربعه، ده في السي تحتيه سطح. يبقى انا بري انا انتي هايبر. انا ايه؟ فاضل لي انالجيزي كذا. وبري انا الاثنين دول كلمه واحده. وانتي وهايبر. هايبر ولا واحده واحده بقى. الدواء ده انالجيزك برضه؟ التبين عمره. امال ايه؟ اناسيتك. يبقى هو اناسيتك والثانيه بري اناسيتك. اكتب اللي هم كده الاثنين اللي هو اناسيتك وبري اناسيتك. هو دواء وحيد اسمه فوق ايه؟ السايوبينتين. بنحب نستخدمه كاناسيزيا او بري اناسيزيا. يا مخدر يا قابل اناسيتك. بري اناسيتك يعني فاهم معنى اناسيزيا؟ حضر المريض تاني. يبقى اناسيتك او بري اناسيتك. الثالثه انت حافظها. انتي ايبيليبتيك. مش هقولهم تاني، اسمعهم منك شافوا بس. انتي ايبيليبتيك اللي هو اسمه ايه الدواء؟ اسمه ايه الدواء بس؟ يبقى علاج تجنبه فينو وبعدين نسمعهم بقى. مين هو؟ مين بيسمى فين؟ فينو باربيتون ده؟ ايوه كده جراند ها؟ بارشيال فيبرايل. بعد كده الثالثه سؤال، الرابعه بقى سؤال مهم. الباربيتوريت بيستخدم في حاله اسمها هايبر بايليروبينيم. سمعتوا عنها دي قبل كده ولا لا؟ البيليروبين ده يا جماعه دراج انتراكشن اللي هي جونز او اسمها الثاني كيرنكتراس. مش عارف الناس بتيجي ولا لا. ايوه كيرنكتراس. لما يا جماعه لما البيليروبين يبقى فري ويعدي البرين يبقى هايبر بايليروبينيميا. البيليروبين يبقى عالي في البلازما، في الدم البلازما يبقى فري وعالي.
لما يعدي البرين اسمها كيرنيكتوس، ودي حاجه قلناها زمان، بيحصل ديبوزيشن بالرومين في البيزال جانجليا او النيرون تعمل دامج. ماشي، انا عايز بقى حد يفكر معايا ليه بنستخدم باربيتوريت في علاج ال ايوه بيكسرهم ليه؟ ايوه كده، يبقى تقولوا انه انهباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر بيزود ميتابوليزم اوبيلورم. شكرا كده خلص. يبقى هو هباتيك مايكروزومال انديوسر بيزود ميتابوليزم يا جماعه بتاع ماده اسمها بيلوروبين. فبيستعمل على فكره دي حقيقه علميه، ما زال حتى وقتنا هذا الناس عندهم صفرة بالذات الاطفال في ده اسمه صلاه هيباتيكوم، ده اشور اسم الماده بتاعته فينو باربيتور، يستخدم انه بيكسر البيلوروبين عن طريق ان هو بيحفز الايه الليفر مايكروزومال. ده على فكره ده المتعب، والمتعب دايما وحش في الفارما ما بيجوش. اما المريح للناس اللي هو بقى ايه الامتحان كتير، ده بقى مريحك ليه؟ الكتاب ما كتبش يوزس ديبندازين، هو هنكتب يوزس ايه؟ هو نفس الاكشن يا حبيبي، اللي يفهم الاكشن والاكشن بتاعه سهل عليك، كلمه الاكشن بتاع البنزازين هو اللي يوزس بالظبط. بص يا حبيبي، البنزازين بيشتغل خمسه اكشن بالترتيب حسب الجرعه، بمعنى انه معاه ولا لسه؟ هايبر بايرونيا خلاص ولا ايه؟ نخش على البنزازين. يلا البنزازين بيعمل اكشن ايه يا جماعه؟ حسب ترتيب الجرعه، الجرعه الاصغر يعمل اول اكشن انكزيوريتيك. كلمه انكزيوريتيك يعني ايه؟ انكزيوريتيك يمنع انكزايتي، بيسموها بين قوسين ماينور ترانكلايزر. بص يا ابني، كلمه الصوره ده ايه؟ الكلمه دي كبيره. ترانكلايزر في الفارما يعني مهدئ، احنا عندنا ترانكلايزر مهدئات ماينور اللي هم دول البنزازين. تقول لي يبقى ان شاء الله احنا منتظرين ايه؟ نرجع نتكلم عن الحصه الجايه اللي هم بتوع السايكوزي. لما واحد يقول لك عنده قلق قول له بندي مهدئات صغرى اسمها ماينور ترانكلايزر زي البنزازين اللي هم الصدريه الزلام والكلام ده. اما الميجور اللي هو بتوع السايكوزس زي هالوبريدول والكلام ده. فبالتالي اول استخدام له الاكزيتيك مع الجرعه الصغيره. طب علي الجرعه شويه بايه؟ رقم اثنين. رقم اثنين يا عيني؟ هيبنوتيك. علي الجرعه كمان يبقى رقم ثلاثه انتيبيوتيك. علي كمان يبقى سكيتال ماسل ريلاكس. اخر جرعه فيه اناسيزي. بعد كده يبقى توكسيك. متفقين؟ الدواء ماشي بالجرعه، على فكره الادويه كلها اشتغل نفس الاكشن بس الجرعه ايه؟ اعلى. نبدا اول واحده، اول واحده بس فيها كلام شويه. هو انكزيوريتك ليه؟ انتوا عارفين طبعا مركز الايموشن في المخ اسمه ايه ده؟ ليمبيك، الله يكرمك، فاكرين ليمبيك؟ اه هو بيبقى هو اول اكشن له انكزيوريتك او انت انكزايتي، لان انكزايتي زي الكتب بيقلل بيضرب بلوك نيرون الليمبيك سيستم. طب مين اللي بيستخدم يا جماعه في انكزايتي؟ الاربعه اللي تحت بعضهم. اللي اسمعهم منكم. الاربعه اللي تحت بعضهم اللي هم اسمعهم. دايا زيباي، لا لازم تقولوا اسم مقطع بقى ده ما يتكتب ده واحد. دايا زيباي، ها؟ البرازولام. اقرا عندك فوق. كلور زياسي بوكسايد وكلورازيلين، دول الاربعه اللي هم بيستخدموا في انكزايتي. سالين؟ ماشي؟ ماشي. تاني. اول اكشن انكزيوريتك بتاع الانكزايتي. انكزيوريتك يعني بيعالج الانكزايتي. بيعملوا ايه بقى؟ بلوك نيرون الليمبيك سيستم. بيقول النيرون بتاع الليمبيك فبينسب ايه؟ اللي هم مين؟ الاربعه اللي تحت بعض اللونج. اللي هم بالترتيب ديازيبام، البرازولام، كلور ديازي بوكسايد، وكلورازيبين. ماشي؟ ده اول اكشن خلصناه. تاني اكشن هيبنوتك. هيبنوتك ده مش عايزين نتكلم عنه اي حاجه. على فكره انا هتكلم واقول نفس الكلام بتاع باربيتوريت بطلس. يعني شفت ريم سليك من شويه؟ يعني بيقلل ماسك بيقلل ريم سليك ويعمل هانج اوفر وبارادوكس كاسيك بطلس. يبقى تقول له ليس ذان باربيتوريت. ليس ذان باربيتوريت ان ايه بقى؟ جنبيه ان ديكريز ريم. بس ايه عايز؟ هو اكشنه زي باربيتوريت بالظبط بس اقل منه في موضوع الريم ده. يبقى السايد افكت بتاعته اقل ولا اقل؟ طب المجموعه دي مشهوره الصيدليه ليه؟ لانها اقل سايد افكت. ماشي، ده هيبنوتيك. طب انا مين يا ابني اللي هيستخدم الهيبنوتيك؟ دي الوحيد اللي هتعرف فيه، الوحيد اللي هتعرف فيه ده. احنا هنستخدم الهيبنوتيك يا ابني اللون اللي هو اسمه معلش اكتب بقى اللي بيسموه هيبنوتيك من هو مات فلورا نترا تيما. اللون جاي نكتب اسمهم دول وحيدين هيتحفظوا النهارده. فلورا نترا تيما زيلي. فين ده في ال جنب هيبنوتيك؟ اه تحتيهم كده الاسماء اللي بتبقى سامكه منومات. فلورا نترا تينا زيبان. تمام.
للزان باربيتوريت، يعني هما بيعملوا نفس الاكشن بس اقل في موضوع الريم، يعني اقل في صرفه. يبقى تاني اسمه ايه؟ عيفيلو نيوكليك عيفيلو. فاهم اسمه ايه؟ فلورا ونيترا وتيم. ومعايا واحد بيحاول ينام ترايزولام، الوحيد اللي شورت ترايزولام. يبقى ترايزولام برضو في المناقشه. طيب ده اللي اتعلمنا فيه الريم بتاع الشيشان وجاب. اما التالت سمع لي انت انتي بيب. عايز حد يسمعه؟ مين الادويه بتاع الابيليبسي بتاع البنزودازين؟ دايو كلونا ولورا. طب ما تكتب يلا الانتي بيليبتيك نكتب. بص هقول الاسم ده وقول لي ايه التست ده. دايا زيدان وتحتيه كلونا زيدان. في الابيليبسي بقى يا جماعه احنا نزلنا. والتالت اسمه لورا زيدان. عايز حد يقول لي كده استدامات كل واحد الله يكرمه. دايا كان فين؟ اكيد دايا في الاستيتاس مظبوط ودايا اول تشويس صح. واللورا في كله كلونا بي تي لورا اول شطار هي مين؟ دايا زيبام ستيتس كلونا بي تي لورا اول. طيب سالين انا بص اول انكزايتي انت معاك الاربعه اللي فوق نزلتهم. ابليبس انت حافظهم ده اللي هتبعت فيه معلش شويه. ثم بعد كده يا جماعه زود الجرعه اسكيت المصري ريلاكس. انت تكتب واحد بس دايا زيبام ده زي ما هو اللي هيشتغل معاه بعد كده. بس يبقى دايا زيبام هو الكينج بتاعه كل حاجه. انت ما تزن في الامتحان عايز واحد يشتغل قول له دايا زيبام فظيع. طيب يبقى دايا زيبام اسكيت المصري. ثم اخر حاجه اندكشن اوف اناسيزيا يا جماعه دايا زيبام برضو انا مش عايز اكتب من اسم الدوز. اندكشن اوف اناسيزيا يعني ايه؟ Induction of anesthesia. مصر دايزيلين. بص يا جماعه انت عايز ان شاء الله لما ناخد احنا هناخد موضوع اسمه anesthesia تعرف ان الدكتور الانسيزيا بيعمل ثلاث حاجات. يدين يكمل يفوق كده. الدكتور ده هقول له دايم يا سيدي يلا يعمل اندكشن. فاكر اندكشن اوف انسيزيا ودي نام. ها اشتغل بقى احنا قاعدين ساعتين شغالين جراحه. يبقى ده اسمها مينتنس انسيزيا. ثم خلصنا الحمد لله ريكفري فوق المريض. فالدواء ده يستخدم فقط في الاندكشن. اندكشن يعني ايه؟ يبدا بيه انسيزيا. وبالتالي ده زيبان والدواء التاني بتاع زولام اسمه ايه؟ فعندنا ترايا بيبص بص ترايا بيحاول ينام. ترايا بينام اللي هو ترايا زولام في النوم. لكن ميدا زولام بتاع انسيزيا. يبقى اكتب يا ابني التاني ميدا زولام. معلش عشان امسك كيو على فكره احنا ما كناش بنحفظ الكلام ده. فين ميدا؟ في البدايه انسيزيا. هو اندكشن يعني لما تجيب ينام المريض بس ده بس اكمل ادويه ثانيه. فاهمة؟ الدكشن اوف انستيزيا هما اتنين دايا زيبام ومين التاني يا جدعان؟ ميدا. مين التاني يا عيال؟ ميدا. ميدا زولام. ماشي. قال لك قول لي يوزس بتاع المجموعة دي. كده ما قالش. قول له يوزس اللي أنت قلته. دايا زيبام. ها؟ نفس الأكشن أسمعهم منكم. يعني أنا هقول له إيه؟ واحد. أنكزوليتك أو أنت أنكزايتي. يعني واحد في العلاج الانكزايت. اثنين هيبنوتك فين في مرض اسمه ايه؟ قول لي اسم المرض بتاع النوم يا عيال. الناس اللي مش عارفه تنام اسمهم ايه يا صوت؟ عنده عرق. ايوه اسمه ايه بقى؟ انسومنيا. الله يكرمك. هيبنوتك اند انسومنيا. عشان تلف فلوسك يا جدعان صح يبقى انكزوليتك اول حاجه. او انت انكزايت. اثنين هيبنوتك اند انسومنيا. ثلاثة انتي بيليبتيك اللي انت قلتهم فوق نزلهم تحت تاني بس انت مش تبقى نفس اللي انت قلته. يبقى واحد انت انكزايتي. اثنين هيبنوت. ثلاثة انتي بيليبتيك قلناهم. او عش الوحيدة اللي هتشتغلها هتشرحها رقم أربعة. سكيلتال ماسل ريلاكس. بص يا ابني الناس سمعت عن مرض اسمه سي ثلاثة يا دكتور انتي بيليبتيك سي في لسه ايوه جدع. في مرض في الاطفال سنة خمسة بيبقى ربنا عارفينه في الاطفال بيبقى الطفل عنده اعتبره دلوقتي تخلف عقلي ويبقى الواد جسمه كله تلاقي عضلاته كده ايه متكشفه كده بيسموه سي بي يعني سريبرال بولسي. ده مرض يحصل بيدوس الدواء ده كايه في مصر اللي يبقى يا ابني اول حاجه انت بقى رقم اربعه سبيشال مصري ريلاكسان ان بلا سي بي بلا بتاع ان سريبرال بولسي. سريبرال بولسي يعني شلل في المخ. ربنا عارفين يعني بتاع ايه؟ الطفل ده عنده الارياز يا جماعه فيها شلل كامل بتاع مثلا بتاع الادراك بتاع الموتور اكتيفيتي. دكتور يبقى في عضلات سبلنج بولسي. بولسي يعني شلل. لا بولسي بي اي ال اس واي اسمها بولسي مش بورسي. لا مش بس لا طب كده سريبرال بولسي. ماشي ماشي زي فيشال بولسي كده.
مال الثاني اسمه يا جماعة مالتيبل اسكليروز. سمعت الاسم بتاع السكليروز ده؟ تيبس. مالتيبل سكليروز هي عضلات فيها ايه تيبس كده، تلاقي العضلات كلها فيها تيبس. ده مرض اوتوميون على فكرة. يستخدم في تعزيمان كمسل ريلاكس. هتلاقوا اسمه في الباصات جي ام اس. مالتيبل سكليروز. اخر انديكيشن يا سيدي يا جماعة. هناخد اول سطرين بس في صدري. كم واعتقد هو اسهل بكتير كلام قليل ده العك ده كله ولا اكل. لما اتكلم على السايد افكت معاهم اربعه مشتركين. انت لو ضاعت السايد افكت هتعمل ايه؟ رقم واحد تحتها رقم خمسه. تنصحها يعني؟ بص اول سطر ده هيشيل اربعه سايد افكت مشتركين من الاثنين جنب بعض. يعني اول سايد افكت اربعه جنب بعض كده بحرف الايه كلهم. ايه؟ جدع. اول سايد افكت من العرض لهم ايه؟ اليرجي سكين راش. على فكره ده مش سكيما ده بتتاخد بالظبط. هي اليرجي سكين راش في الاثنين. اثنين اتاكزيا. عارفين اتاكزيا ولا لا؟ اتاكزيا يعني ايه يا جماعه؟ اتاكزيا بيطور هياخد توازن. ثلاثه امنيزيا. اكتبهم جنب بعض بقى. يبقى اول حاجه اليرجي سكن راش اللي يخص اللي تعرفك اليرجي سكن راش. اثنين اتاكس. ثلاثه امنيسيا. على فكره دي بيعملوا امنيسيا. امنيسيا مين؟ سكان. اربعه ابنورمال سليب. اسمع ابنورمال سليب اصلا. اربعه ابنورمال سليب اسمع. رم. ايوه اقول له ايه بقى رم يعني؟ اقول له ايه يعني؟ عندي انسومنيا يعني. لا ابو نور سيدي يعني بيعمل ايه؟ يقلل الرم وبعدين يعمل هانج اوفر. والكلمه الثانيه بارادوكس كالسي. معايا معايا ولا لا؟ دكتور ده في الدوائين؟ ايوه كله المشترك الكلام ده. يبقى اذا يا جماعه الاول دوائين دوت او الدوائين دول بيعملوا ايه؟ يبقى ابو نور سيدي تترجمها لي تقول لي هيقلل الرم يا دكتور. بيقلل الرم دي يا سيدي يعني بيعمل حاجتين اللي انت قلتهم من شويه. هانج اوفر اهو والله. وبيعمل حاجه اسمها ايه؟ بارادوكس جاستري. يبقى دول اربعه سايد افكت مشتركين يا سيدي. ماشي. اتاكسيا اليرجي امنيسيا اب نورمال سليب. قبل كلمه اكيوت توكسيستي. اكيوت توكسيستي بص يا ابني الاكيوت توكسيستي خلصنا الاول بتاع ده ما بتحصلش ان شاء الله. وهذه ليست نوع الانتحار. يعني بيفكر ينتحر من اخوتي الزلام يقول له يا ما بيقولش يقول لي عامل حاجه يعمل ايه؟ مش هيحصل حاجه الا اذا ايوه فضحت دايما الدكتور لما يلاقي واحد جالك بينزو ديتوكس واحد واخد مثلا ايه في صدريه زلام ما عندوش البينزو لام فبقى 20 30 ونص فجاش يموت يعني الوحيد اللي بيحصل له توكسيستي مع بينزو ديمين الانسان اللي بياخد مع الكحول لان الكحول وبينزو مع بعض الاثنين سيريز ريسك ساعتها يحصل ايه توكسيستي لكن بينزو ديمين لوحده لا ولذلك بيقول لك توكسيستي لك جنبين نو اكيوت توكسيستي اكتب رير ما تحصلش جنب اكيوت توكسيستي بتاع مين؟ بتاع البنزوزمين رير بط اونلي جنب اكيوت توكسيستي بتاع مين؟ اونلي ويز الكحول. البنزوزمين يا جماعه بيحصل امتى؟ مع الكحول. لو واحد بيشرب كامره وخد بنزوزمين يقول له كده هتنتحر بجد وان شاء الله هنعالج المريض ده واحد تكتبه بخط البيت اهو وتحت ثلاث نقاط في الحصه القادمه. تريتد باي الانتيدوت اسمه ايه يا جماعه؟ فلوما. لا اكتبوا اسمه بس عشان ينورنا. فلوما زينين. هو بتاع الفلوريا ولا فلوما زينين ده يا جماعه دواء الانتيدوت بتاع البنزوازمين بيحبوه قوي في الامتحان. اسمه فلوما زينين هتلاقي عنه كلام الحصه الجايه عشان ما تنساهوش بس. ده اسمه ايه؟ اكيوت توكسيستي بتاع البنزودين. يبقى ما بيحصلش. طب لو حصل يبقى اكيد مش هعرف وانا اعمل ايه؟
انا خدنا لحد دلوقتي شويه انتوتوبات اسمعوا منكم سيريس. خدنا الانتوت بتاع مورفين اسمه ايه؟ نالوكسون. شطار. الانتوت بتاع الباراسيتامول اسمه ايه؟ والانتيدوت بتاع بنزودايازيبين اسمه ايه؟ بروماسي. على فكره ساعات في الامتحان بيجي في الورقه الثانيه سؤال ماتش على الانتيدوت يقول لك ده دواء ولما تبص تطلع ناحيه ثانيه هات لي بقى ماشي. اما هنا يا جماعه خلاص بقى هنا الاكيوت توكسيست هنا يا جماعه كومن جدا اللي عايز اي حد ياخد دواء ده هايبو 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 ايه هايبو هايبو ايه الباربيتوريت بيعمل ده هايبو عيال سايلو هايبو ايه هايبو اوكسيا هايبو تنشن هايبو سيلف سايلهم والله نعالجه ازاي على حظ الهباب ليس هناك انتيدوت يعني ده ابني ده ما بيعملش توكسيستي ومعاه انتيدوت ده بيعمل توكسيستي ومالوش انتيدوت يعني عايز يموت يتكي على انا عارفه ازاي ابني اقول له بص بقى انا هكتب معاك وربنا يوفقني واحد اثنين ثلاثه اربعه ايه مؤلف وانا وراه ايه واحد هيموت من هيبوكسيا صح؟ ارتفيشال اسبيريشن يبقى واحد هيموت من تنفس صناعي ارتفيشال اسبيريشن ها؟ مش انا والله الفلوس راحت اه ليه الكالونايزيشن اوف يوري يعني ايه؟ الباربيتوريت ده زي سلسلة اسيتك يبقى الكالونايزيشن اوف يوري يبقى ارتفيشال اسبيريشن الكالونايزيشن اوف يوري ده اسمه اناليبتيك اناليبتيك يعني ايه يا عيال؟ بيحفز الريسبيراتوري سنتر زي الكافيين، فين الكافيين طبعا. يبقى اناليبتيك ده بيحفز الريسبيراتوري سنتر، ماشي؟ يبقى انا بديله اعمل ارتفيشال ريسبيريشن الكولونيزيشن اوف يورين بصوديوم بايكربونات اناليبتيك مش عارف دي بصراحه، هي مفيش ايه غسيل معده مفيش ايه معلش غسيل معده جاستيك لافار عبيه بحليب اديهم فلويد اي في دي رد عليها وش عنده هايبوتنشن انا يهمني جدا يا جماعه انت بتذاكر بنت وعلى فكره بنت كلام قليل كلام قليل صحيح هو الاهم ده جه اربع مرات في الامتحان اللي مزعلك بس انت بتعمل ايه